وربما ستطلعون عليه وستجدون تفصيل ذلك، حتى أنني أوردت من ذكر وعرف الفقه الحضاري من المعاصرين واهتم به، ولعل الجميع يعلم أن دكتور الأميري كان من أكثر من المهتمين بهذا الفقه. ثم تعرضت لأهم المرتكزات التي رأيتها مرتكزات لهذا الفقه والتي لطالما ركز عليها الإمام بن عاشور، اهتم بها كثيرا وتناولها في كتبه في أكثر من كتاب، طبعا خاصة كتاب مقاصد الشريعة، كتاب النظام الاجتماعي، وفي تفسيره على وجه الخصوصي. فبالتالي هذه المرتكزات التي اعتمدها الإمام بن عاشور في الإحياء الحضاري للأمة وفي دفعها وإخراجها من السبات الذي كانت تعيشه، وخاصة أنها كانت تحت وطأة الاستعمار. فهذه المرتكزات التي حددتها أو جمعتها أو بينتها حددتها في ثلاث مرتكزات، وهي مرتكز فقه المقاصد، مرتكز فقه الإنساني، ومرتكز فقه الاستخلافي. طبعا في فقه المقاصد يقينا تعرضت إلى ما أورده الإمام بن عاشور فيما يتعلق بتعريف المقاصد، ربما أثر أنه لم يضع تعريفا للمقاصد، لكن أنا من وجهة نظري، خاصة أنه بلفظه ذكره في كتابه، وإن كان قد ذكره في باب حديثه عن الوسائل، لكنه عرف المقاصد، قال هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها التي تسعى النفوس إلى تحصيلها بمساع شتى أو تحمل على السعي إليها امتثالا، وتلك تنقسم إلى قسمين، مقاصد للشرع ومقاصد للناس في تصرفاتهم. ثم طبعا تناول تقسيم المقاصد، مقاصد عالية تتعلق بحفظ نظام الأمة، مقاصد عامة، طبعا حفظ نظام العالم عفوا، مقاصد عالية تتعلق بحفظ نظام العالم، ثم مقاصد عامة تتعلق بحفظ نظام الأمة، مقاصد خاصة ومقاصد جزئية. وطبعا هذا التقسيم للمقاصد الهدف منه، يعني لماذا ذكره الإمام بن عاشور، للتمييز بين ما هو مقاصد للشارع وبين ما هو مقاصد للمكلف، بينما يعني دائما التمييز بين ما هو مقاصد تتعلق بعموم الأمة وبين ما يتعلق بمجموعها يعني أفراد مجتمعين، وبين ما يتعلق بأفرادها يعني منفردين. ثم هذا المرتكز اللي هو فقه المقاصد ذكرت تحته أربعة عناصر: التعليل، المصلحة، العقل، والبعد الكلي في الأحكام. طبعا في مسألة التعليل لا أتوقف عندها كثيرا إلا ما ميز به ابن عاشور، الشيخ ابن عاشور طبعا في هذه المسألة. نعم تعرض لمسألة التعليل كما تعرض لها كثير من العلماء قبله، هو مع التعليل أو فتح باب التعليل حتى في مجال العبادات واستنفاذ الوسع لا يقال أنها تعبدية إلا إذا بذل جهد في ذلك. طبعا في قسم المعاملات حتما يقول بالتعليل في هذا، يعني لا يختلف عن غيره فيها، لكن ما نبه إليه ابن عاشور في هذه المسألة، يعني مسألة التعليل، هو ما عابه على الفقهاء والأصوليين بصفة عامة فيما يتعلق بالقياس الأصولي. طبعا في القياس الأصولي يرى ابن عاشور أنه قياس قاصر، وهذا القياس لا يستجيب لما تحتاجه الأمة، لأن موضوع القياس أو مبحث القياس تناوله الأصوليون كثيرا وبحثوا فيه وفصلوا فيه، لكن طبعا كما هو معلوم القياس هو قياس